بدأت الفكرة بسنة 2017 بأني كنت حاب أبلش مشروعي الخاص، ومن حبي للسيارات فكرت في موضوع تصنيع قطع غيار السيارات. ففكرت في موضوع أنه أنا ليش ما نصنع بركات السيارات، وبدأت من وقتها الأبحاث والتحاليل لحتى نصنع منتج قادر أنه ينافس المنتجات الأجنبية وبنفس الوقت يكون متاح للجميع بأسعار أقل من المستوردة. وبسنة 21 تعرفت على هشام المصري اللي شاركني بنفس الفكرة وبنفس الطموح لحتى نأسس أول شركة لتصنيع فرامل السيارات في الأردن وبالشرق الأوسط.